يعطي الحكم يسرته في تفاف غزل عيادي يسدد والكرة الهدف الأول لفريق الملعب التونسي غزل عيادي. الحكم يعطي سرته في تفاف الكرة حمزة الخضراوي والهدف الثاني عن طريق حمزة الخضراوي في الدقيقة 77 قبل هاي الفرصة والهدف الثالث. يعطيك الصحة أكيد، شكرا لكل الزملاء اللي تقيم يعطيهم الصحة. أكيد الهدف الثالث لوجه ثمم محاولة تواصل والتسديد والهدف الأول جول. فنية توصل الكرة والتوزيع عن طريق اللاعب نضال العيفي، تمشي الكرة والمحاولة ما زالت مجال الهدف الثاني، الهدف الثاني مبارك الهيثم المحمدي، ثم تمشي الكرة وجه لوجه وجه لوجه يراوغ بالحارس نديم بن ثابت والهدف الثالث. 20 متر لمرمى الحارس نديم بن ثابت تتنفذ عالية واو الهدف الثالث جول. هدف غاية في الروعة، لقطة نشاهدوها قل ما نشاهدها. التونسي على الناحية اليمنى لدفاع القوافل التواغل والهدف الخامس جول باش تتنفذ عن طريق حمزة الخضراوي طويلة على موسى الهدف السادس، الهدف السادس جول. العيادي منطقة العمليات يخرج صوب وفرصة والهدف الأول جول. الملعب التونسي يفتتح النتيجة في توقيت 3 دقائق لعب. خضراوي يعطي شرط التنفيذ يوزع في القائم الثاني ارتباك والهدف الثاني جول. جالو يطلب الكرة يمر الكرة لجالو، جالو يدخل نقطة العمليات يوزع جالو يصوب والهدف جول. ديالو دي خلفه يمرر كوره ولا اروع يصوب جول. رابع جويني يتقدم هيثم الجويني ياخذ اشاره التنفيذ الجويني والهدف الاول، الهدف الاول للملعب التونسي. تنفيذ يتقدم يوسف مارو والهدف الثاني جول 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 الملعب التونسي. العيفي حمزه الخضراوي يعمل مراوغه يصوب الخضراوي جول جول جول. روعه 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 الهدف من حمزه الخضراوي، تصويبه قويه. وائل الورغمي ياخذ مكان ماموت ديالو رايع الهدف جول 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 من كرة ثابتة كما قلت هجوميا مع أداء كرة حسن كانتي، تصويب الكرة من الخضراوي والهدف الأول 1-0 رأسية بلال. قلت لكم الأقرب هجوميا المجري يحقق الجول الأول للملعب التونسي. المراوغة والمرور والمحاولة والفرصة والجول والجول جول. هيثم الجويني نعم يسجل الثاني، القناص يحذر في الموعد اليوم. فمنداو في الاخير يختار يعطي الكره لهيثم الجويني والميزي تسديد والهدف الاول للملعب التونسي سند الخميسي. ناحيه الجويني، الجويني فرصه خطيره للملعب التونسي، الجويني يمشي لبلال ماجري، بلال ماجري السعفي والهدف الثاني، والهدف الثاني للملعب التونسي. الحمري بلال الماجري ياخذ الكره الخضراوي، بلال الماجري، بلال الماجري يراوغ بلال، بلال والهدف الثالث، والهدف الثالث للملعب التونسي. يمشي ابن الهلال يوسف السعفي عرضية بينية ومارو 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 خطيرة جول. هيثم الجويني مع سيف الدين الشرفي، هيثم الجويني يتقدم والهدف، الهدف التعادل، التعادل للملعب التونسي. المراوغة أولى ثم محاولة التوزيع على مستوى نقطة ضربة الجزاء اختيار والهدف الأول جول.
هيثم الجويني فعل قوافل مخطئة تمشي الكرة في اتجاه حمزة الخضراوي وجه لوجه مجنبة والهدف الثاني اللاعب حمزة الخضراوي ماذا يفعل؟ يبعد على المدافع الظهير الأيمن للقوافل يبعد عليه يوزع توزيع والهدف الثالث جول سعة التدخل بالراس هدف التعادل هدف التعادل ملعب التونسي وسام بوسلينا يقرب له ماهر بصغير لكن يخير يلعب كرة طويلة بالراس الهدف الثاني جول 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 الملعب التونسي في مباراة واحدة هذه هفوة فرصة الهدف الأول خطيرة كرة ملعب التونسي بيل المجري جول بلال المجري يفتتح النتيجة لملعب التونسي بشعبان هذه كرة توزيعة خطيرة حمزة الخضراوي والهدف الثاني جول حمزة الخضراوي يضيف الهدف الثاني للملعب التونسي كادت تأتي بالجديد تتنفذ في القائمة الثانية رأسية والهدف الأول الهدف الأول من يوسف أومارو إغالة الحارس أمان الله مميش إذن قلت كرة أولى كان تخطيرها من حمزة بن عبدة وهذه مخالفة أخرى أومارو للاعب رقم 34 والهدف الثاني الهدف الثاني للملعب التونسي من مروان الصحراوي في هجمة معاكسة هدف ثاني للملعب التونسي يعمل مراوغة مهر الحناشي في القائمة الثاني ممتاز هدف التعادل هدف التعادل الملعب التونسي كرة في مناطق الافريقي هيثم الجويني حضر بالراس فرصة الثاني هيثم الجويني جول الى الجهة اليسرى لفريق البقلاوة في فرصة وانطلاقة والعرضية والمحاولة وكرة خطيرة جول خرج بين زوج لاعبية المجري دومينيك مانديل الهدف الأول للملعب التونسي هيثم الجويني يفتتح النتيجة والملعب التونسي من أجل التعادل هذه كرة وهدف التعادل هدف التعادل 1-1 يعادل النتيجة الملعب التونسي قلت البقلاوة تبحث عن هدف التعادل نضال ليفي نضال يرفع الكرة وترجع الكرة أمن الله بن حميد والهدف الأول الهدف الأول للملعب التونسي زغومة هذا الثلاثي غادر الفريق نحو تجارب خارجية هذه كرة الكرة الأولى التزيد والهدف الأول في 4 دقائق لعب بلال المجري افتتح مجال التسجيل للملعب التونسي حوار كبير بين الفريقين الكرة في القائمة الثانية خطيرة والهدف